بلا تلسيري وشو قصة الفيل بالاستوديو؟ جاوبونا عبر صفحات البرنامج على شبكات التواصل. الليلة ببداية السنة مع الفلك والأبراج وحصكم بسنة 2016، حبينا نفتتح السنة مع الزميلة ببرنامج عالم الصباح عالمة الفلك كارمن شماس. أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك وينعاد عليك. ينعاد عليك زمان وشكرا لاستضافتك لإلي. كيف هالحلقة رح تكون؟ والعانة والسنة كثير حلوة، مبسوطين قبل ما نفوت على السنة. نحن بلشنا لك هيك أجواء موسيقية، السنة كيف؟ منيحة أو مش منيحة؟ السنة منيحة. منيحة. على كل الأحوال السنة حلوة لإلك كمان يبدو، بدل الكتاب. كتابين، واحد باللغة العربية وواحد باللغة الإنجليزية. شو سر الطبعة الإنجليزية؟ السر هو بروجكت صار لي عم بحلم فيه، عم فكر فيه شي 3 سنين تقريبا، إنه لازم أعمل، هو للانتشار مش لانه للقارئ العربي. هلا في قراء بحبوا يقروا مثل بنتي مثلا، يمكن بتحب تفضل تقرا بالانجليزي مثلا. قلت لازم يكون في عندي كتاب انجليزي لانه حابه انا اوصل لماركت ثاني، لجمهور اخر، يمكن العرب يلي جنريشن الثاني يلي ما بتقرا عربي بامريكا بكندا باستراليا. يعني كانت هيدي هي الخطوه الاولى اللي خلتني افكر بالموضوع. نعم، هو صار له تقريبا شو اسبوعين بالسوق، صار له شي 3 اسابيع بالسوق. كيف ردت الفعل؟ كثير منيحه، فيري نايس، العالم كثير حبته وهنتني فيه، انه فكره كثير حلوه وفكره كثير ناجحه. انا كنت متخيل رح تعمل الشيء بالبرتغيز او بالاسباني، يعني قبل الاسبانيولي ايه لازم يكون بالانجليزي. على كل الاحوال بعتقد تويتر هو شدك اكثر لتعملي تويتر. انا تفاجات بتويتر بصراحه، تفاجات بهالميديا الحلوه. طولت فيه، انا ما كثير فايتي اول شيء كنت بالميديا، انه الفيسبوك من زمان عندي. وقت اللي جربت تويتر لقيت في فرق كثير زمان بين التويتر والفيسبوك، وصار كثير في ناس اجانب عم بيتابعوني. يمكن هذا كمان اللي دفعني وشجعني. انت عندك كمان جمهور بالاضافه للعالم العربي بكولومبيا، لان هونيك بلشتي هيدا العمل. صحيح. يعني خلال كم سنه بقيتي بكولومبيا؟ 12 سنه. صحيح. يعني هونيك عملتي هيدا الكارير، هونيك درست. لانه حابب هيك نحكي شوي هالخلفيه، لانه مبلشين الحلقه بالتعارف وعم نتعرف على بعض. بالتعارف هلا قبل ما تبلش بعبالي اتعرف علي، يعني المراه خلف عالمة الفلك. صحيح. اللي بنشوفها صلنا كل هالسنين على التلفزيون. طب قبل ما تتعرف علي والجمهور يتعرف علي، انا حابه اعرفك على شخص كثير سبيسيال، اسمه مارك. مارك سماحه، عمره 15 سنه بصف السكوند، وحب مارك يجيب لك كادو. هيدا مارك. شكرا مارك. هيدي كادو ل اول ما قلت مارك فكرت ابني مارك، قلت له مثل ابني مارك. شكرا لك خير، انت عاملها؟ نعم. واو، ميرسي ميرسي، شكرا. مارك شطور كثير، عنده لوحات كثير حلوه، ومارك هو اللي حب انه يقدم لك الصوره. خبرنا عن الصوره. هيدي رسم ايه طبعا؟ هيدي بينتير اكريليك، اخذت شي 4 ايام بس، انه كل يوم ساعتين. هي هو فات على الارشيف عندك، هو نقى هالصوره. ما هي قريب لنحطها شي محل جوا، مع انه هلا رح يفكروني شايف حالي. ايه من حتى هلا اذا بدي حطها بالاستوديو هيك شوي عيب، ثقيله. عيب؟ لا بالعكس، رح حطها هون منعلقها بغرفه العمليات، هيك بصيروا يكرهوني اكثر. فهيك انت بتصير كل ما تشوفها هون بتتذكر انه هيدا بدك. ميرسي لك، شكرا. ميرسي مارك. ميرسي. حلو. مارك من لقبيات. مارك من لقبيات. حلو، ميرسي على المفاجاه. مفاجاه حلوه لك، تستاهل. انا لازم احضر لك مفاجاه. كان شو بدي اهديك؟ شوكولا. شوكولا. ليه شوكولا؟ هلا بما انه عم ننسى على ايد هيدي مني. هيك هيك شوكولا. ميرسي، شكرا. ثانك يو. فهيدي كانت المفاجاه. انت بكولومبيا بلشتي، بس مزبوط انه بلشتي ببيروت كنت عم تدرسي طب بالاي بي بريمد. بريمد، كنت بالاي بي بريمد، وتخربطت كل المشاريع، تجوزت وسافرت على كولومبيا دغري. طبعا بكولومبيا تغيرت كل حياته للانسان، كل الحياه تغيرت. كنا بشي صرنا بشي، صرنا بزنس هونيك، تشتغل بزنس لما تكون برا. في مهن كثير محصوره بالنيتفز للمواطنين. صرنا بنشتغل بزنس انا وغسان، ومشي حالنا. وهونيك تعرفت على علم الفلك كمان بالصدفه، من استرولوجرز كانوا
هي قصة شوي طويلة بس حلوة كتير إذا بدك تعرف شو كيف فتنا بالموضوع. كيف كان في شخص بيشتغل بالبانكينج سيكتر بيعرف إنه غسان، تعرفوا غسان جوزي يعني، غسان اختصاص كل شيء كمبيوترز مع إنه هو دكتوراه بالفاينانس بس شاطر كتير، كل شخص عنده سؤال بالموضوع بيساعده. دق له قال له بليز يا ريت تجي لعندي، في عندنا مشكلة زوجتي عم تشتغل على الكمبيوتر وفي شيء ما عم بيزبط معها، يا ريت فيك تساعدنا، فيك تساعدنا هني اصحاب معنا. راح غسان لعنده بدق لي من هونيك، قال لي بيقول لي بدك تجي هلا هلا هلا، شو في؟ قال لي ما راح اقول لك، تعي لهون وشوفي. رحت لهونيك طلعوا عم بيركبوا البروجرام يلي انا عم بشتغل فيه هلا على البيزودياك بعالم الصباح. طبعا فيرسيون غير قديمه وهيك بوقتها، وما كانت عم تعرف تركبه. غسان ساعدها وقال لها، قالت له لانك انت ساعدتني بدي اقرا لك التام استرال. وهيك بلش يدق لي تعي شوفي، تعرفت عليه وحبيت كثير وفتت ساعتها بالموضوع. بس هي شيء علم يعني، فيك تفوتي فيه من دون ما يكون عندك الموهبه او من دون ايه، فيك تدرسه بس بدك تدرسه تحبه يعني. بدك تحبه لانه يا بتغوص فيه يا ما بتغوص فيه. وقتها يعني من وقتها يعني قلتي بلا أنا طب من وقتها وسبقتهم ولهونيك ما في طب المره خلص. ايه خلص صرتي غسان غسان والفلك. غسان والفلك. ندمانه شيء بتقولي يا ريت؟ لا كثير حلو. بتعرف انه احلى شيء بالحياه انه تطلع بالنتيجه عم تشتغل بهوايتك، انه هذه كانت هوايه بالنسبه لي، انا خليت شغلي عم بشتغل. بس حلو الواحد يشتغل بهوايته، قد ما بيبرع فيها بتصير هي البروفيشن تبعيته. بس انت كمان عندك كثير هوايات رياضيه كان عندي وقتها. كثير 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 هوايات، بس ايه الاسترولوجي يعني بلاك بيلت وركوب الخيل ايه؟ بلاك بيلت بشو كان؟ ايه حزام الاسود بشو كان؟ مارشال ارتس يعني، مش لكاراتيه ولا هذا كان شيء جديد. وهلا ماشي هلا خلص خلص ابراج هلا ابراج. بما انه نحن دائما بنحب نعمل توب فايف، جبت لك ارشيفك من الكتب. هيدا كتاب السنه هو رقمه 17 صحيح. جبت لك اذا بدك توب فايف لاجمل واسوأ اغلفتك. بس رح نبلش باول غلاف. هيدا الكتاب هو سنه الألفين يعني هيك بلشت. هيك بلشت هيك بلشت انه كبر الصوره يا كارمن. ما بدي كبر الصوره، انه صورتك كثير صغيره. قلت لهم معلي معلي ومنيح هيك هيك منيحه. نعم. انه شو خطر على بالي حطها. وهون كنت بلشتي على بعالم الصباح. كنت بعالم الصباح. نعم. عالم الصباح بلشت بال 99 بعد دارج الكتب يعني، وقتها عم نحكي اواخر التسعينات. كان قصه الكتب الابراج شغله كثير كبيره، الاكثر مبيعا بمعرض الكتاب كل صحيح. سنه. انت اليوم تعتقد انه في له ذات الوقع الكتاب او خلص؟ له نفس الوقع. المشكله اللي عم بتصير هي بلاد العربيه، هالثوره اللي صارت يمكن هي خلت العالم يكون عندها يمكن اولويات مختلفه عن شراء الكتب. مش عم بحكي عن كتابي، عن كل الكتب. بتحس انه العالم صار عندها نوعا ما اولويات مختلفه غير الكتب. نعم. غير الكتب فقط. انت اكثر شيء بنفسك بالكتب كتاب ماجي فرح كل سنه؟ ايه انا وماجي اثنيناتنا. وبتقري كتاب ماجي؟ لا، اول ما جيت على لبنان نزلت وشفت كل شيء موجود بالسوق. اول ما جيت على لبنان يعني من كذا سنه، مجلات الابراج بالجرايد بالكتب بالطريق شفت كل شيء لشوف شو الوضع. نعم. هيك كانت نظره. من وجهها تحيه لزميلتنا والاستاذه ماجي فرح. تحيه كثير كبيره. رح كفي باجمل غلاف من اغلفتك ال 17 بوصل ل 2014. هيدا الغلاف بحسه انا يعني، بحس انا هون، انا كارمن هيك يعني. انا لما بتشوفوني برات التي في بكون هيك، هيدي ضحكتي، هيدي نظرتي، هيك شعراتي مفروقين بالنص يمكن. نعم. وعادي هيك، هيدي انا. واسوأ غلاف انا ما بدي احكي شيء. ما تقلي حبيته. فينا ننكت يعني. 2001 هيدا شو فكرته لما عملته هيدا؟ عن جد اول شيء طالع هيدي ستك مش انت. غريبه. اول شيء ما في هيدي تيتا كارمن. ما في بروفيشنال ميك اب بمعنى انه ما في. هيدا كنت مارقه بالمطبعه قلت تشيك صوروكي هالصوره وحتى ليك ما بعرف يمكن فوتو باسبور يمكن. بس هي شو يعني كنتوا مستعجلين او كنتوا لا ما كانت بعد ما نضجت الماركتينج. الماركتينج هيدا انا رايي تخبيه مخبيته. اما اقوى غلاف فهو غلاف سنه 2015 يمكن صح. كالكتاب 2005 بتعتبري هيدا اقوى كتاب لك؟ هيدا كتاب شيل الغلاف على جنب. هيدا الكتاب 2005 هو الكتاب
It is the book. التاريخي. هو بالنسبة لي بالنسبة لكثير لبنانية عمل كثير فرق. في هو كتاب مفصلي بحياة اللبنانية، عم بحكي عن اللبنانية مع انه هو كتاب، إذا بتفتح شوي هذا كتابي بتشوف انه افتح. نعم. اوبن، ما تخاف. افتح عشباط. نعم. ايه بعرفهم بس هيدا كتاب يعني عم بتقولي عنه هلا غير انه كثير يعني في وقائع حصلت لانه ذكرت الاحداث الكبرى. صحيح. واهمهم استشهاد الرئيس الحريري. هيدا كتاب مشان هيك انا بعتبره وقتها يعني ذكرتي هون باليوم وبالتاريخ باليوم والتاريخ طبعا مش بالاسم وكل الاحداث اللي صارت من بعدها، يصير في انفجارات، يصير في اغتيالات، هو بعلم الفلك فينا نعمل هيك يعني، خلينا من الاخر نقول ايه علم الفلك في ياخذ تواريخ ويقول لك انه بالتاريخ الفلاني ايه معقول يصير هيك، بالتاريخ الفلاني معقول يصير في مثلا حوادث طيران، مع هالتاريخ الفلاني معقول يكون في عواصف، بهالتواريخ الفلانيه معقول يكون في البورصه كلها هاو كنت حاططهم انا، كنت مبسوطه وماشيه مبسوطه بحالي عم بعمل هالاتيود ونزلهم كل شهر بشهره لحد ما اجت سنه 2005 بلشوا يركضوا ورا بعضهم، كون حاطه شيء بالتاريخ يطلع بالتاريخ، وما عاد حطيت بعد 2005. قررت من وقتها ليه؟ شو السبب؟ خفتي او ايه؟ خفت انه خفت، اكيد انه خفت لانه كلهم ماشيين. بس هو هلا داري يعني هذا الشيء كثير داري خاصة مع ليلى عبد اللطيف. انه درجت انه هذا الشيء بيصير على التلفزيون وعنده شهريا وعنده. صح. نسبة مشاهدة. صحيح. طالما انت كنت مبلشة بهذا الشيء، ليه ما بتفكري اليوم ترجعي؟ ليك هي مش كثير حلوة بحد ذاتها، وإذا بتسمع وبتشوف انه اوكي في نسبة مشاهدة كبيرة، بس في 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 ناس في نسبة كثير كبيرة يمكن بفضلوا ما يسمعوا هيك اشياء. انت بتعمليها وما بتنشريها اليوم؟ انا بعملها لحالي اكيد. واذا حدا سألك يعني فيك مثلا؟ ايه اذا حدا سألني ايه اكيد. طب 2016 شو الحدث الاهم رح يكون؟ كيف ستذكر هذه السنة؟ ال 2016 اول شيء الحروب بعدها مثل ما شايفينها نحن. طبعا عم بحكي كارمن شماس الفلكيه يلي عامل الاتيود واللي عامل الحسابات واللي شايف زوايا النجوم وينهم المواقع وينني، بعدهم هن نفسهم مكملين معنا. هيدا الربيع العربي اللي بلش يلي هو صار فيه تغييرات كتير كبيره بمواقع النجوم بعدها مكمله معنا، وبالتالي الحروب بعدها مستمره، بعد في تشتت بعده موجود، لكن لبنان منه بالصوره، يعني لبنان على شط الامان. طيب شو اهم حدث رح يكون بال 2016 على الصعيد اللبناني؟ على الصعيد اللبناني اول شيء على الصعيد اللبناني لازم ينبسطوا اللبنانيه انه لبنان طلع من الدوامه، طلع من الاي اوف ذا هاريكين، بطلنا موجودين في الـ الـ في المشكل او هالدوامه الكبيره، صار برا حسب. نعم. طبعا الفلك صرنا برا، الحلول بتجي، رح تجي الحلول، في انفراجات كتير كبيرة إن كانت سياسية إن كانت اقتصادية. في انتخابات رئاسية؟ فيها تكون فلكية، ما في أي مانع هلا ولا شيء. ثلاث سنين لبنان كان ماشي مسكر الباب بوجهه فلكيا، ثلاث سنين مسكر الباب بوجهه، هلا صار مفتوح، يبقى إنه هن يهزوها شوي يهموها شوي ويتحرك. نعم. هو في السؤال الكبير لازم أسألك إياه، ما رح اسالك اياه، هو السؤال الفيل، رح نتركه للفيل، في فيل بالاوضه. السؤال اللي كثير عبالي اسالك اياه ما رح اسالك اياه، بس رح اسالك بعد الوقفه الاعلانيه عن حظوظ التوب 10 المرشحين او الشخصيات المارونيه المرشحه على الرئاسه لنشوف مين حظوظه اكبر لا اذا صار في انتخابات بسنه 2016. استراحه والى توب 10 الرئاسه بعد الاعلان.